اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده من برنامجكم بيني وبينكم، وبيني وبينكم بنمسي عليكم. نتمنى ان كل حاجه تكون عندكم جميله والدنيا تمام، وقاعدين مستنييننا. حقيقي الحلقه النهارده قيمه جدا جدا، وفيها حاجات حلوه كتير ومفاجآت جميله. ونرحب بشيرين الاول. هاي شيرين. يا هايدي، مساء الخير، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم منين ما بتشوفونا. مبسوطين نكون مع حضراتكم النهارده، ويا رب يا رب الحلقه تعجب حضراتكم. فعلا معانا فقرات كتير قوي وحاجات كنا وعدناكم بيها الحلقه اللي فاتت، وموجوده معانا باذن يسوع الحلقه دي. خلوني ابتدي مع حضراتكم السؤال النهارده. السؤال على مدار حلقتنا هتعرفوا ليه احنا اخترنا السؤال ده بالذات. اذكر الشاهد عن قصد الله خلق ذكر وأنثى ليتزوجها. أنا بس مش محتاجة الشاهد، الشاهد ممكن يكون آية أو آيتين، مفيش مشكلة خالص، بس هما اتنين يعني مع بعض. أنا بحاول أغششكوا شوية، أنا بس كل محتاجاه الشاهد عن قصد الله خلق ذكر وأنثى ليتزوجها. ذكر وأنثى يتزوجها، ونحط تحتها 100 خط في الأجواء اللي احنا بنشوفها اليومين دول. يعني قصدك ذكر واحد وأنثى واحد؟ ده موضوع تاني. لكن سؤالنا تحديدا عن الأحداث أو الكلام اللي هنتكلم عليه، وليه في شهر 6 ده اللي احنا فيه موجودين، بيحصل في ايه في العالم، أو تحديدا في أوروبا وأمريكا. أحبائي، خطوطنا مفتوحة، بنستقبل إجاباتكم على الفيسبوك أو على الفايبر أو على تليفون القناة 919-391-7000، أو رقم الفايبر هيظهر تباعا على الشاشة. منتظرين تعليقاتكم كمان بلس الإجابة على السؤال. أهلا بيكم. هو سؤال يخدم الطرفين برضه شيرين، لازم نستغل بصي خلينا كل ما يخص الكتاب المقدس. بالظبط، هو يعني مش ضد اي حاجه، لكن ضد ان احنا نكون غير الطبيعه. الطبيعه ان ربنا خلقنا لحاجه معينه، احنا واحنا بنقبل الاخر زي ما الناس بتتكلم. ده مش رفض للاخر، ده رفض للخطية. ربنا بيحبنا حتى لو أخطأنا، حتى لو عملنا إيه، بس بيحب المحبة يعني اللي بتغفر للمنتهى. ربنا حنين قوي قوي، وما بيزعلش مننا لما نغلط، لكن يزعل مننا لو فضلنا مكملين في الغلط ده وشايفينه إنه حق من حقوقنا. يعني هنكمل في الكلام ده على مدار الحلقة. أكيد أكيد، انت كده فتحتي الموضوع حقيقي يعني. كمقدمه جميله جدا فعلا. طيب احنا الفقره بتاعتنا زي ما احنا متعودين المناسبات الجميله نشوفها مع بعض ونرجع تاني. اتفضل. للأعياد ميلادهم كل سنة وانتم طيبين، عقبال مليون سنة يا رب، صحة وسعادة وفرح ومحققين كل أمانيكم يا رب دايما دايما. والجراديويشن ألف ألف مبروك ميري تدرس، بالنجاح الدائم يا رب، وبداية وخطوة جميلة لمستقبل باهر إن شاء الله. عندنا عزاء واجب الحقيقة، نشوف أول عزاء عندنا. مدام ميري ميخائيل تبقى مرات أخو أستاذة نادية يوسف، بنعزي الأسرة والزوج طبعا، ومدام نادية والأسرة كلها. يعني دايما بنقول مع المسيح ذاك أفضل جدا تعزينا للأسرة كلها. عندنا كمان مدام فايزة غبريال حبيبة قلبي، حقيقي قطعتي فينا جدا، كنت حقيقي بركة وأم جميلة، وحقيقي الواحد هيفتقدك فعلا، بس ذكرياتك معانا دايما. تبقى والدة دكتورة فينيس فانوس والمهندسة إيبات،
تعزينا للأسرة والأحفاد والحبايب كلهم ولكنيسة ست دميانة بكارزفيلد. نبدأ في أخبارنا مع شيرين. يا قبل بس ما ابتدي اخبارنا انا بطمنكم على حاله ابو توماس. يعني نشكر ربنا بفضل حضراتكم وفضل ربنا في الاول وفي الاخر. يعني ربنا يكمل باذن يسوع معاه والحاجات اللي هو طلبها تتوفى له زي ما طلبوا اكتر كمان باذن يسوع. انا بس بطمنكم عليه. امين امين. نيجي بقى لاخبارنا. زي ما عودت حضراتكم الاخبار الاولى بتكون من امريكا. السبت اللي فات الناس اللي كان وحشها قوي الرئيس ترامب والناس اللي بتزعل من كلمه ان انا ما بحطش جنبه السابق، طيب معلش الرئيس السابق ترامب زي ما الناس حابه تسمع يعني، ظهر تاني في نورث كارولينا وكان بيحشد الحزب بتاعه علشان خاطر الانتخابات 2022. ناس كتير قوي، يمكن معانا الصورة، يمكن ناس كتير قوي بتقول انه طبعا لما هو في المؤتمر اللي عمله انه هيخش الانتخابات في 2024، وناس تانية بتقول لك طيب ما هو ممكن قوي يخش عن ولاية فلوريدا ويخش المقاعد يعني في البرلمان، وناس تانية حلمها كان أوسع شوية وقال لك إنه ممكن قوي لما يدخل يعني ينجح ويدخل وتكون الأغلبية ليهم هو يقدر بنفسه يقود حملة عزل بايدن. يعني دي أخبار الناس وده كلام الناس، لكن مفيش شك إنه لما طلع وظهر تاني الناس اللي حبوه وانتخبوه اللي أكتر من 75 مليون مواطن أمريكي ادوله صوتهم، فكان كانوا مبسوطين قوي انهم بيشوفوه تاني. يعني لا يخفى على حضراتكم انه عنده كاريزما شويه في طريقه القائه للمواضيع والكلام. طبعا يعني ما فاتش عليه انه يجيب سيره كل الناس، يعني بدايه بفاوتشي والصين وبايدن واللي بيحصل وكله كله هو اتكلم في كل حاجه زي ما تكون الناس كانت مستنية إنها تسمع منه. الأخبار معروفة وردود الأفعال معروفة، لكن لما بيطلع الرئيس ترامب ويقولها الناس بتحب قوي تسمع ليه. مؤيد ليه أو رافض ليه حضرتك ليكوا الحرية والناس كلها ليها الحرية، لكن الراجل ده كان ليه كلام قاله في المؤتمر اللي عمله يوم السبت اللي فات. نشوف فيديو صغير من المؤتمر ده ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. I think we're going to gain two or even three US House seats. We're going to take over. ما نقدرش ننكر ابدا ان كلامه ده وانه بيحط ضوء على بعض الامور خلى في حاجات كانت هتنام صحي تاني زي ما قلت لحضراتكم الخبر اللي فات الحلقه اللي فاتت. يعني لما هو كان عامل لجنه تحقيق علشان خاطر يثبت ان الفيروس طالع من الصين والصين كانت عارفه وده تم يعني علشان خاطر يأذي اقتصاد العالم كله وتفضل هي اللي منوره في العالم كله، الا ان جم الاداره التانيه الجديده ولغوا الامر. لكن لما طلع واتكلم تاني قالوا لا هنعيد التحقيق مره تانيه، وشفنا مجموعه العلماء اللي راحوا ورجعوا وما كانش في حاجه. ومعانا يمكن خبر تاني بس يعني هقوله لحضراتكم قدام شوية عن فاوتشي واللي حصل معاه. نيجي على جانب تاني، موقع الفيسبوك أعلن رسمي أنه حظر حساب الرئيس ترامب لحد 7 يناير 2023 نظمي رسمي بقى. يعني الأول كان فيه كلام ورايحين جايين، طب لا هيحظروه لا مش هيحظروه، لا هم خلاص خدوا قرار في ده. وعلى فكرة يعني الفيسبوك ليها اليومين دول أو عليها 100 علامة استفهام. البعض يرى من الناس اللي موجودين انهم متحيزين اكتر لاسرائيل. وقت كان المشكله مع فلسطين كانوا بيمنعوا بعض الحاجات اللي هي مع فلسطين وضد اسرائيل. البعض الاخر بيقول لك لا هم ضد دلوقتي، او يعني كان في قبل كده كانوا ضد الرئيس ترامب وقفلوا عليه حسابه وكان ممنوع ان اي حد يتكلم. وهجيب لحضراتكم برضو كمان شويه عملوا ايه مع واحده بتتكلم على اللقاح. لكن ترامب بيقول في البيان اللي قاله يوم الجمعه ان قرار الفيسبوك يعتبر اهانه ل 75 مليون شخص سجلوا الارقام القياسيه بالاضافه الى كثيرين صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسيه المزوره لعام 2020. هو برضو شايف انه الانتخابات مزوره
وانه هو الفايز. ده فكره وده رأي ناس كتير كانت موجودة في الفترة دي، وبيقال ان في مفاجآت هتحصل في شهر اغسطس اللي جاي. ايه هي المفاجآت؟ بس الكلام ده على لسانهم، لسه ما فيش اي حاجة باينة. احبائي الكلام كتير، لكن احنا لسه مش عارفين ايه اللي ممكن تبينه ليام في الحاجات اللي هي بتطرح علينا يوم ورا يوم. نيجي بقى للموضوع اساس السؤال بتاع حلقتنا النهارده. طبعا احنا كلنا بنؤمن بحرية الانسان وحقه انه يعيش بالطريقة اللي تعجبه، وجينا كلنا وسبنا البلاد اللي هي بتقمع الحريات زي ما بيقولوا علشان خاطر نيجي ارض الحرية هنا. لكن في فرق ما بين الحرية انك تقول اللي انت عايزه وتعمل اللي انت عايزه بس ما تضرش الاخر، وفي فرق برضو ما بين الحرية تعمل اللي انت عايزه بس ما تكسرش وصية ربنا، الوصية اللي احنا اوريدي اساسا البلد دي قامت عليها، الكتاب اللي اساسا الدولة دي قامت عليها، واللي اكيد اكيد ربنا هيباركها ويكمل بركته ليها، مش ليها وبس. احنا اساسا مفروض ان البركة دي للعالم كله مش بلد وبلد، لا، بس هو احنا اللي بايدينا يا اما بنكمل البركة دي وننميها يا اما لا. شهر يونيو الرئيس بايدن أقر ده أنه يكون شهر المثليين. الشهر يونيو بيحتفل به مجتمع المثليين بإنجازاتهم وتاريخهم وأنهم ليهم دور أو يعني صوتهم طلع أكتر وأكتر، ليهم حقوق أكتر وأكتر. ويمكن من فترة لو تتذكروا كنت جبت لحضراتكم فيديو على 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 كتب بتتباع على أمازون، كتب بتعلم الأطفال المثلية، وبدل اي بي سي اللي احنا نعرفها هم يعني اي ابل مش عارف ايه، لا ده هم عندهم اي دي ليها معنى تاني وبي ليها معنى تاني لحد اخر الحروف. يعني الفيديو ده عندي بس ما حبيتش اعيده مره تانية. احبائي رئيس بايدن طلع كان مبسوط قوي بالامر ده وبها نفس الابتسامه دي، وقال جو بايدن في انه نحو 1500 من المعينين في وكالته الاتحاديه يعرفون انفسهم بانهم مثليين وثنائي الجنس ومتحولون جنسيا. ممكن تقبل الشخص ده عنده مشكله صحيه، ممكن تقبله، لكن قاصد انه يكسر الوصيه، هي دي بس اللي بتبقى صعبه شويه ومش مقبوله. في ناس يمكن قبل ما اطلع الهوا بحاجات بسيطه كده، الناس دي ابتدت شالت الفلاج من على بيوتها، دي انا شفتها على الفيسبوك، وفي من المناطق اللي هي بيقال عليها من المناطق اللي هي يعني مؤمنه كاثوليك قوي، يعني شالوا الفلاج بتاع امريكا وحطوا الفلاج بتاع المثليين اللي هو الملون ده. واللي مش واخد باله على الفيسبوك اليومين اللي فاتوا تلاقيه مطلع لك كام لون كده في الجنب، وممكن يكون سايب لك كمان الصفحة دي تكتب عليها كلمتين حلوين عايز تحطهم على الصفحة بتاعتك وانت مش واخد بالك ان هو المقصود بيها علشان خاطر يدعم المثليين في شهر يونيو. يعني نخلي بالنا، نخلي بالنا. وبنأكد تاني، كنا شفنا وزراء مثليين وشفنا ناس موجودة في الـ في الـ في الـ في الإدارة الأمريكية منهم برضو موجودين في العالم، موجودين في العالم. طب هنعمل ايه مع اولادنا؟ لازم نفهمهم كويس قوي الكتاب بيقول ايه. هيجي وقت عليه يقول لك طب ما هو يعني من حقه يعيش زي ما هو عايز. من حقك تقبله وانت لازم تقبله، بس لازم تفهم انه اللي بيعمله ده ضد الكتاب اللي احنا بنؤمن بيه. الموضوع ده محتاج وقت كبير، ومحتاج كمان الناس في ساندي سكول والخدام والناس اللي هم بيوعظوا على المنابر يخلوا بالهم قوي من الجزء ده، لأن الموضوع كتر، والسنة دي غير السنة اللي فاتت، وصدقوني السنة الجاية هتبقى غير. يعني لما يطلع الولد بابا وماما، هو بابا وبابا راجل وراجل، طبعا هو يعني مش هيبقى ابنهم، هو هيبقى ابن حد تاني، وبرضو أو ماما وماما اتنين ستات، أو بابا وماما اتنين رجالة، مفيش الأسرة بقى اللي الهدف إنها تكون موجودة
وتكون فيها البركة اللي ربنا حطها. وهدف ربنا فينا إحنا موجودين على الأرض بنعمل إيه؟ أكيد طبعا الولاد دي لما هتكبر هتبقى مختلفة أكتر وأكتر. إذا كان عايش في جو بالشكل ده ممكن يطلع إزاي بقى؟ الأسرة يعني النوايا اللي ربنا حطها دي بتروح مع الوقت هتروح، لكن إحنا دورنا بقى إن إحنا نمسك في الكتاب أكتر وأكتر، ونمسك في تعاليم السيد المسيح أكتر وأكتر، ونربي أولادنا على ده، وربنا يحافظ على الكل. هختم خبري من أو الفقرة دي يعني من أمريكا. جدة البرلمانية الأمريكية رشيدة طليب بتظهر على غلاف واشنطن ريبورت. علقت طبعا النائبة الأمريكية الديمقراطية من أصل فلسطيني على ظهور جدتها في تغريدة على تويتر بتقول ابتسامة جدتها صدقوني أنا حاولت أقلب الصورة بس هي كده، يعني هي الصورة كده. بتقول أن ابتسامة جدتها تجعلها ترغب في الكفاح بقوة من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني، وأضافت أردتها أن تعرف أن العالم يراها، وأن هناك حركة متنامية تؤمن بحق الفلسطينيين في العيش بكرامة إنسانية. الرجاء استمرار في مناصرة ورفع الأصوات الفلسطينية. وأكدت النائبة أنه لا يمكن السماح. أنا عايزة أعرف بس أنت ليه قلتي الجملة دي؟ هقولها لحضركم. لا يمكن للسماح للولايات المتحدة بتمكين العنف والقمع لشعب بأسره. أنت موجودة في البرلمان الأمريكي، أنت شايفة أن أمريكا بتقمع الشعب ده وبتساند إسرائيل. أنت ناسية أن حضرتك واحدة من الناس دول، واحدة من الإدارة دي. وبعدين أنت هدفك كله فين دلوقتي؟ هدفك الشعب الأمريكي والناس اللي ادوكي أصواتهم، ولا هدفك الأساسي الشعب الفلسطيني وإنهم يبقوا بعيد عن العنف وبعيد عن القمع؟ مفيش حد في العالم عايز شعب مقهور أو شعب يعنف، مفيش حد. لكن الناس في الحالة دي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بيقصدوا إن حضرتك تكوني مسؤولة عن الناس اللي انتخبوكي، مش مسؤولة عن حد تاني. حضرتك انت اعتقد في أسئلة الجنسية بيطلبوا منك الرد على أسئلة معينة، اعتقد بعد الكلام ده حضرتك ما قلتيش الحقيقة. بس لو أخدتي الجنسية بقى أخدتيها أكيد، ما كنتيش وصلتي للمرحلة دي. anyway يعني بنتمنى الخير لأمريكا والعالم كله. احنا مش ضد الشعب الفلسطيني، بأكد تاني الشعب الفلسطيني ده شعب كتر خيره قوي ان هو واقف على رجليه لحد دلوقتي. احنا ضد القادة بتوعكم اللي حضرتك بتسنديهم وبتطبل لهم، بس كده. ربنا معاكم. هي بتمثل مين يعني في البرلمان؟ الشعب الفلسطيني. بتمثل الشعب الفلسطيني، مش بتمثل الناس اللي انتخبوها. ما جابتش سيرتهم خالص، ولا هتجيب صورة بالمقلوب حتى. انا كان نفسي اشوف صوره بالمقلوب. anyway بالتوفيق. بالنسبه للحريه في الزواج، اذا كان من رجلين مع بعض او ستتين مع بعض، هو ده فعلا تحطيم الاسره من تحطيم المجتمع كله. انت ما عايز تقضي على مجتمع، ابتدي من الصفر، من بداية تكوين الأسرة. لو مش أسرة متماسكة وصحية وعلى ما يجب، المجتمع كله للأسف بيضيع. ده دور كل أم وكل أب، يروحوا المدارس ويكومبلين زي ما التانيين من حقهم يقولوا بصوت عالي وهم مش على حق. انت كمان من حقكم يعني تقفوا قصاد اي تعليم غير اخلاقي ما تربناش عليه. المواضيع دي يحتفظوا بيها بنفسهم جوه اوضه النوم، هم حرين يعملوا اللي هم عايزينه، بس وانس ان هم طلعوا بره محدش بيتكلم المفروض يعني عن حياته الشخصيه. ربنا فعلا يحمي العالم من الشر ويبطل مشوره الاشرار كما ابطل مشوره اخي توفى. نروح لمصر الحبيبة الجميلة. قرارات تاريخية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسي. حقيقي الواحد يعني كل يوم بيتفاجئ بحاجات جميلة بتحصل. بدأ العنصر
أو عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر القادم. هيكون يوم عام 1 أكتوبر هيبقى خاص للقضاء المصري، وكمان توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة وفي الجهات والهيئات القضائية الأربعة. المهم كل ده أكتر من رائع، بس النهاردة وافقوا على أن المرأة تكون لها دور، ودور أساسي وإيجابي في القضاء. الكلام ده كان يعني ما كانش مباح قوي، وكان في تزمت وفكر راجعي مش مصر اللي كانت تتعود عليه، لأن مصر في يوم من الأيام كان عندها ملكة وإدارة بإدارة البلد كلها عن طريق سيدة، فالسيدة لا تقل أبدا أبدا عن الرجل، لا في القضاء ولا في المسؤوليات الكبيرة ولا كرئيس دولة ولا مخابرات ولا أي حاجة. نبص على العالم كله بيتعامل مع المرأة إزاي، وبيشوف إن هي من حقها أن تتواجد في كل مكان وفي كل مجال. كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس، يعني احنا متعودين عليه بالحاجات الجميلة دي والمفاجآت دي. برضو الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها. المدينة الإدارية أو العاصمة الإدارية هتبقى one of a kind، يعني فيها كل الحاجات الجميلة اللي أي بلد بتتمنى إن هي تبقى فيها، النظام الحكومي الإداري على أعلى مستوى. بنتطلع حقيقي لكل حاجة جميلة بيعملها سيادة الرئيس. عندنا فيديو سريع نشوفه مع بعض ونرجع تاني، تفضل. حاجة تشرف بحقيقي، يعني فخر وحاجات جميلة وقرارات وحاجات حلوة قوي. نتمنى ان هي تتواصل وتكبر وتخلي مصر فعلا على المستوى التي تستحقه. طبعا عندنا حاجة جميلة، نانسي تومان لاعبة منتخب مصر للجمباز والحاصلة على ذهبية كأس العالم بالجمباز، انها تشعر، هي قالت انها تشعر باحساس لا يوصف بعد ان رفعت علم بلدها في تلك البطولة. نشوف فيديو صغير ليها ونرجع تاني، تفضل. فعلا شرف لينا حبيبتي، الف الف مبروك ومن تقدم لتقدم ان شاء الله. معنا تليفونات، ناخد اول مكالمة مدام اثبات. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. الإجابة في الإنجيل متى أصحاح 19 عدد 4 و5، من البدء خلق ذكر وأنثى، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد واحد، إذ ليس بعد اثنين بل جسد واحد. وفي سفر التكوين أصحاح الثاني عدد 21، بعد ما فأوقع الرب الإله ثباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانهما لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرأة أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون جسد واحد، ويكون الاثنان جسدا واحدا. طيب تابعينا مدام اثبات بعد اذنك، لان الاجابه علشان اقربها لحضراتكم هي في سفر التكوين واصحاح واحد، علشان اقربها لكم بس لكن انا بقى هبقى محتاجه اصحاح واحد محتاجه هم عددين كمان، عددين ورا بعض، انا محتاجه منكم ده. على فكره انا بشكر الاستاذ جرجس ثابت، هو جاوب على الفيسبوك، بشكره الف شكر. انا هستناكي كلميني مره تانية، ويا ريت اللي على التليفون لو في اجابات غير كده يرجعوا لنا تاني.
طيب ألف شكر يا مدام إثبات، شكرا ليك حبيبتي. طيب معانا مدام ليليان. مدام ليليان مساء الخير. مساء النور، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيك. اهلا اهلا، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. كويس انكم جبتوا حكايه المثاليين دي، ربنا يرحمنا. زي ما قلت يا هايدي كده، يعني بجد دي مشوره اختوفيل، وربنا باذن الله يبطلها. امين يا رب. امين امين, أمين يا حبيبتي. والإجابة زي ما قالتها شيرين كده، تكوين واحد عدد 27 و28. أو ماي جاد، برافو عليكي. طيب ثانك يو قلبي، شكرا. شكرا ليليا، ميرسي يا حبيبتي. شكرا ليليا، باي 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 مام، مع السلامة. معانا الأستاذ فاروق. ألو أستاذ فاروق. أيوه مساء الخير. مساء الفل، أهلا بحضرتك. الله يخليك، أنت عارفاني أنا يعني كنت يعني منسجم من البرنامج، وحلو خالص، لان طبعا احب اقول انا الشاهد بتاع الشيء اللي موجود على الشاشه دلوقتي. اتفضل حضرتك. اتفضل يا فندم. انا اللي هو اللي مكتوب خلق ذكر وانثى لتزوج. الو. أيوة. الشاهد ده من الكتاب المقدس، وشيرين قربتها، كانت في تكوين واحد. تكوين واحد آية 27. بشكرك. شكرا لحضرتك. بشكرك، ألف شكر. شكرا يا ست الكل. شكرا لي. تابعنا لآخر الحلقة. إيفا. مدام إيفا، مساء الخير. مساء الفل. أهلا بيك. إزيكم يا حلوين؟ أهلا بيك يا حبيبتي. أنا بدخل مخصوص علشان أمسي بس وأصبحك يعني. حبيبتي. جميلة انت. ثانك يو حبيبتي، ثانك يو. واحنا كمان انت والجمال والحاجات الحلوه كلها بقى يا رب يخليك، انت اللي عيونك حلوه. ثانك يو قلبي، ثانك يو. بصوا، التخلف هو مش هنا بس، يعني في بلادنا الجميله دي، ولكن في مصر برضو سابوا نانسي طمان والبطوله والعلم، وقالوا دي لابسه مايوه، وعلقوا تعليقات بقى يعني لما تقروها. ربنا معاهم بقى. معلش معلش، كله الى حين. يعني ان شاء الله يفوقوا، ربنا ينجينا. امين امين حبيبتي. امين يا حبايبي. الاجابه اللي بقى في تكوين واحد آية 27 عدد 27، ذكر وانثى اثمروا واملأوا الارض، وفي متى 19 4، وفي كورنثوس الاولى ليكن لكل واحد امرأته ولكل واحد واحدة رجلها. اصحاح 7 عدد 2. واحدة وجوزها، واحدة ده اللي قالته وايد اول الحلقة. واحدة وجوزها. مش واحد يعني واحد. ما هو اصل هو لو كان عايز واحد ولا واحدة وواحدة، لو كان عايز يخليهم كذا واحدة كان جابهم من الأول، بس كان خد أربع أضلاع مثلا. أربع أضلاع. لا وهم كان هيمشي كده ويستمروا مع بعض فترة طويلة من العمر. بيقول أصل إحنا جوازنا جواز مسيحيين. صحيح. يعني صحيح. يعني أصل ده تكوين أسرة، يعني الواحد الهدف منه تكوين أسرة مش غريزة وخلاص يعني. طبعا أكيد. يا شكرا ليك يا ايفا، ميرسي يا حبيبتي. ربنا معاك ومعاكي يا مريم. امين. صلوات العذراء القديسين. مع السلامه. باي باي. الله يسلمك. يعني اعتقد ان كده الاجابات، الساده المشاهدين قربوا شويه الاجابات عشان خاطر ما يحصلش كونفيوز. يعني الهدف منها ان الخليقه مش عشان اتنين يتجوزوا بعض يعني الذي جمعه الله لا يفرقه انسان. احنا ما بنتكلمش في الطلاق دلوقتي، احنا بنتكلم في الزواج من اتنين، راجل وامراه، مش زي ما هم بيتعاملوا دلوقتي او محللينه دلوقتي وشايفين انه لازم الناس تقبله كده، ولو ما قبلتوش تبقى انت غلطان. ربنا يستر. نيجي بقى الفاوتشي، يمكن جيت سيرته من كم حلقه كده، لكن اليومين اللي فاتوا طلعوا له تسريبات هو كمان، ايميلات في ايميلات، واذ فجاه يعني كشفتها واشنطن بوست، وطبعا سي ان جابته، فاكس نيوز مش رحماه، وغيره وغيره.
ده احد الايميلات اللي هي موجوده بابتسامته الجميله المعهوده عليه من زمان. وما كانش حد مرتاح له، لو حد يمكن يفتكر لما كان بيطلع مع الرئيس ترامب وكان بيتكلم كتير قوي عن الفيروس، انه كان مش متصنع وان دي حاجه من الطبيعه، واعتقد الفيديوهات موجوده وكل وحضراتكم شفتوها. لكن الفيديوهات اللي طلعت له وكانت توقيتها كان مفروض من او كان من يناير لحد يونيو 2020، يعني وقت ما كان بيطلع مع الرئيس ترامب كل يوم، لو تتذكروا كان الرئيس ترامب بيطلع يعمل مؤتمر صحفي كان كل يوم ويرد على كل الناس دي. حاجات تانية، محادثات أظهروا يعني في الإيميلات، محادثات كانت بينه وبين مسؤولين في الحكومة والصحة والمشاهير بتتكلم برضو عن موضوع فيروس كورونا. من ضمن الإيميلات قال عبر عن شكه أنه مصنع في أوهان، فأوهان قالوا يعني الناس هناك اللي ليهم علاقات بالمختبر هناك بعتوا له ايميل برضه هو كمان وقالوا له احنا انت لما طلعت مره من المرات ونفيت انه يكون مصنع في اوهان احنا بنشكرك على انك نفيت الامر ده. هي ايه مدى العلاقه قوي كده انه يشكره على انه بعد التهمه عن مختبر اوهان؟ وايه مدى علاقته؟ فيمس هو وراجل مشهور وبيعتبر من المستشارين المهمين دلوقتي كمان للرئيس بايدن، واللي نفى الرئيس بايدن والمتحدثة بتاعته انه ممكن يأثر على علاقتهم بيه ويأثر على الموقع او البوزيشن بتاعه. هل الايميلات اللي ظهرت دي هيكون ليها تأثير على انه الصين يتم توقيع عقوبات عليها ويتقال فعلا الكورونا طلع من المختبر ده، والناس اللي قلنا عليهم في التقرير المره اللي فاتت اللي طلعته امريكا ان في 3 ماتوا وتم كان مصابين في شهر نوفمبر اللي هي قبل او نوفمبر 19 كانوا في المختبر وتم دخولهم المستشفى. كل الحاجات دي وكل التحقيقات اللي هتتم الفتره اللي جايه، الناس هتعرف الحقيقة؟ هو ده اللي احنا بنسأل عليه. سمعنا قبل كده عن إيميلات هيلاري ومحصلش حاجة، إيميلات هانتر ابن بايدن برضو محصلش حاجة، ده الكمبيوتر بحاله عندهم وصور وفيديوهات وحاجات كتير ما كانش يعني احنا ما ينفعش نحطها على شاشة القناة عندنا، وبرضو محصلش حاجة. تحقيقات ورا تحقيقات، هيلاري نفسها من امتى؟ من قبل الانتخابات كمان، حتى الرئيس ترامب نفسه ما عرفش يعمل معها حاجة، وهعمل وسوي كان وقت الانتخابات برضو ما حصلش حاجة. هل احنا هنفضل تحت رحمة الناس الكبار دول اللي يعملوا كل حاجة من غير ما يتعامل معاهم ولا حاجة؟ هو بس ده سؤالنا. هو بقى ربنا موجود وشايف وعارف هل فاوتشي ده راجل في مركز سياسي او يعني مركز زي ده، لدرجة ان في ناس مسؤولين صحة كبار كان ليهم برضو بينهم وبين بعض إيميلات مع دكتور فاوتشي. خلينا نشوف مع حضراتكم التقرير ده عن دكتور فاوتشي ونستنى النتيجة، يديكوا ويدينا العمر بقى. اتفضلوا. هيبان بصراحة، هيبان إذا كان عمل حاجة يأذي بيها العالم ولا لأ، هل هيتوقع عليه عقوبات هو كمان زي الصين برضو؟ بصوا أحبائي، الحاجات اللي قدامنا او المعطيات اللي قدامنا بتقول ان في مشكله كبيره حصلت في الصين. تعترف بيها ما تعترفش بيها، مصالح مش مصالح، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. العالم كله في ناس فقدت حياتها بسبب الامر ده، هل هيروحوا كده فداهم ولا هتبقى ازاي؟ هو ده اللي احنا محتاجين انه يتعامل بشكل صح الفتره اللي جايه. نيجي بقى لمشاكل تويتر وغيره. طلعت كاتبة مشهورة بيقال إنها متابعيها أو الفولورز بتوعها 140 ألف شخص، اسمها نعومي وولف. هم قفلوا لها التويتر بتاعها، الحساب بتاعها. ليه بقى؟ علشان قالت، هم طبعا الخبر بيقول مضللة، أخبار مضللة أو تغريدات مضللة عن اللقاحات. ما انتوا لسه بتدوروا على الحرية دلوقتي، هي الحرية في حاجة وفي حاجة تانية لأ.
الرئيس ترامب لما طلع وقلت له لا احنا هنعاقبه عشان اللي حصل يوم 6 يناير في الكونجرس، وجبنا لكم بعد كده الصور انه الناس ما كانوش اتباعه، كانوا اتباع ناس تانية، ومع ذلك انتوا لسه حاطين ده زي ما هو برضو بيتكلم انتخابات مزورة، انتوا كمان بتقولوا هو السبب في اللي حصل في 6 يناير. نيجي لنعومي وولف، بتقول انها نشرت مجموعة واسعة من النظريات حول اللقاحات، وبتقول انها منصة برمجية يمكنها استقبال التحميلات. هي بس بتقولها بطريقة مختلفة شوية على الناس اللي قالوا الشريحة إياها، هي يعني شايفاها كانت كده. وشبهت وولف المستشارين بشأن أزمة كورونا في الولايات المتحدة ومنهم فاوتشي بالشيطان. وطبعا بعد الكلمتين اللي قالتهم دول قفلوا لها حسابها، والفيسبوك وتويتر قالوا إن الفترة اللي جاية هيتم غلق أي حساب، حتى لو كان ناس من السياسة ومن المشاهير، أي حساب إنه يقول حاجة بالبلدي كده غير اللي هم عايزينها، هم بيقولوا عليها غير يعني غير المتعارف أو غير الصح، يعني الكلام الصح اللي يتقال، لكن هو إحنا فاهمينه إن غير اللي هم عايزينه بيتقفل حسابات. يعني أنا دلوقتي لو أنا طالعة بقول لا يا جماعة ما تاخدوش الفاكسين هيقفل لي حسابي، لا ما تحطش علم المثليين ورجع علم أمريكا هيقفل لي حسابي، ده بطريقتهم يعني. في حين إن مجموعة السبعة اللي كان اللي منعقدة دلوقتي في بريطانيا ناوية إنها تفرض رسوم عالية جدا على الفيسبوك وأمازون والناس دي، نظرا لأنهم تربحوا جدا جدا من فترة كورونا، ويمكن مجموعة السبعة كل اللي همها دلوقتي إن الفاكسين يوصل للدول الفقيرة، الناس اللي مش عارفة تدفع فلوس، والدول اللي مخبية الفاكسين ما هياش عارفة هتعمل بيه إيه أو ناوية ترفع سعره لحد فين. فعاملين دلوقتي مؤسسة إنه يتم توزيع الفاكسين على العالم بشكل عادل وآمن. نتمنى ده، مش اللي معاه ياخد واللي معهوش يموت. هو ده بقى العدل اللي انتوا بتدوروا عليه، وهي دي الحرية اللي انتوا بتدوروا عليها. أمين. هنروح العراق. مش عارفة يعني الظروف العراق بتشد الواحد، وقصف ومش من الإرهابيين، لا من تركيا، من بلد الخلافة، ومحدش يسمع عنها أي حاجة، ومحدش يعترض، والناس بتهجر، والناس بتترعب، والناس كنايسها بتتهد. حقيقي بيك كويشن مارك، ليه مش بيتعاملوا زي شعب غزة؟ ليه مش بيتعاملوا زي الفلسطينيين؟ ليه دايما احنا أو الإعلام العربي بالذات بيوجه بطريقة يعني فيها عيار بمكيالين، مش دايما شايفين الصح صح والغلط غلط، لا شايفين مصلحتهم إن هم أحسن أمة أخرجت للعالم. تركيا تقصف قرى وكنيسة مسيحية في المنطقة الكردية في العراق. بتواصل تركيا حملتها لقصف القرى في إقليم كردستان شمال العراق، ده الأسبوع ده حصل، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل وكنيسة للأقليات المسيحية المحلية، وتدعى أنقرة وتدعي أنقرة أنها تحارب الإرهاب. الإرهاب مش موجود في المناطق المسيحية ولا في الكنائس ولا في الأديرة، الإرهاب موجود في أماكن تانية، والعالم كله عارف وشاهد على هذا. على الرغم من عدم وقوع هجمات إرهابية كبيرة في البلاد لسنوات عديدة، الرعب الحقيقي وفقا للسكان المحليين يأتي من قصف تركيا باستخدام طائرات بدون طيار، والطائرات حتى فيها مدفعية. وأشار المعهد الأشوري للسياسات إلى أنه تضررت كنيسة ماري يوسف الأشورية الشرقية في قرية مسقعة الأشورية في بروار شمال العراق،
خلال حملة جوية تركية استهدفت مواقع يشتبه وجود حزب العمال الكردستاني فيها. طبعا ده تركيا هي اللي بتدعي هذا الكلام. وبحسب التقارير المحلية ألحق القصف أضرارا بقرية مسيحية وكنيسة. وقال قروي من ميسيكا أن القنابل سقطت بالقرب من المباني. وقال أحد السكان بشأن القصف للمنطقة من قبل تركيا: كان الناس مرعوبين وأجبرت العديد من العائلات المنتمية إلى أقليات مسيحية قديمة على الفرار من القرى المحلية. ووفقا للتقارير تم إخلاء قريتي كنيستا وتشالك كيستا، قريتي كيستا وتشالك المسيحيتان من سكانهما، ولم يبقى سوى عدد قليل من العائلات. دي تركيا وده أسلوبها، والعالم بيشوف وساكت، وخصوصا العالم العربي. برضو هرجع تاني وأقول إيه الفرق ما بين اللي بيحصل في غزة من إسرائيل واللي بيحصل في تركيا، بيحصل في العراق من تركيا. هل هي دي دولة الخلافة وده شيء وده شيء تاني يعني، ولا هي عشان مسلمين مع مسيحيين لكن إسرائيل مع المسلمين في غزة ده هو المحرم؟ عموما احنا واثقين ان ربنا شايف وعارف وكله الى حين حقيقي. العالم كله بيشوف والدنيا ما بقتش منغلقة، الكل عايش في أوضة واحدة، يعني أوضة ما فيش حيطان حواليها، الكل شايف كله وعارف وشايف الأحداث ومين اللي بيكذب ومين اللي يعني بيسترزق من شعبه. وبعد قصفه وبعد إثارة مثلا إسرائيل بشوية صواريخ من حماس، تروح إسرائيل طبعا رد عليهم فحرام بيقتلوا أهالينا وأطفالنا وشبابنا وستاتنا والناس الكبار، والعمارات وقعت والدنيا باظت. بس فعلا زي ما أنا بقول ربنا شاهد وشايف. على جانب آخر، إنشاء مركز للدراسات الإسلامية داخل الكنيسة بالتعاون مع الأزهر. الكنيسة مش الكنيسة الأرثوذكسية طبعا، والأزهر بيقول إعداد برنامج عن الإسلام للراغبين في الدراسة من الجاليات الأجنبية، وهذا البرنامج متاح للجميع. وأعلنت الكنيسة الأسقفية في مصر أن الدكتور سامي فوزي المطران الجديد للكنيسة، الذي سيتم تنصيبه رسميا غدا الثلاثاء كرئيس أساقفة أقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجيليكانية، دي أساسها في إنجلترا، وهم عدد كبير جدا وموجودين في العالم كله بالملايين للأمانة. يعني الغريبة ان هي معرفش الأزهر على علم ولا لا ان هي لا بروستانت ولا أرثوذكس ولا كاتوليك، ولكن ليهم أجندة مختلفة. ما عندهمش بطرك لكن عندهم أساقفة ورئيس أساقفة ليهم زي معين. يعني كان زمان بيحاولوا ان هم يخليهم تحت الكنيسة الإنجيلية والبروستانت تبقى الطائفة دي، ولكن اعترضت الكنيسة الإنجيلية او اعترضت الكنيسة، المهم ما اتفقوش يعني ان هم يبقوا تحت مظلة واحدة. السؤال هنا بيطرح نفسه، لو احنا وافقنا، وطبعا عادي جدا احنا بندرس الاسلام من نعومة اظافرنا زي ما بيقولوا، يعني اذا ما كانش بنسمعه في الميكروفونات من واحنا قبل ما ندخل مدارس، فاحنا بندخل مدارس بنلاقيه من ابتدائي في القراءة والنصوص والتاريخ والاملة واللغة العربية، كله ايات قرآنية وممكن نجبر على حفظها، which is okay. يعني احنا على علم ودراية بالدين الإسلامي أكتر من مسلمين ما بيعرفوش اللغة العربية، يعني ده حاجة العالم كله عارفها. بس هل الكنيسة لو هي حابة إن هي تفتح مركز للدراسات المسيحية جوه الأزهر، جوه جامعة الأزهر؟ أنا عارفة إن الأزهر حتى ما بيقبلش طلبة مش مسلمين يعني، ولكن تحديدا لازم يكون مسلم. بس طب احنا عارفين كل حاجة عن المسيحية عن الإسلام
من زي ما انا قلت من نعومة اظافرنا. يعني احنا دارسين وشاربين وقاريين وافلام ومسلسلات وكل حاجة نعرفها عن الدين الاسلامي اكتر من ناس تانية كتير ما عندهاش الخلفية دي. طب الدور بقى على المسلم ان يعرف عن الدين المسيحي، يعرف جاره بيفكر ازاي، بيعبد ربنا ازاي، التاريخ بتاعه ايه، الانجيل معروف ان هو مش محرف لان ده كلام اخترعوه بس ما فيش اثبات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول محمد طبعا كان عنده توراة وكان عنده إنجيل وكان وراء ابن نوفل عم سيدة خديجة كان أسقف متى مش أسقف مكة. فطبعا من الواضح أن يعني عنده خلفية عن المسيحية واليهودية وكان في مسيحيين ويهود في الجزيرة العربية. هل في اللحظة دي صعب علينا إحنا أن إحنا نعرف المسلم على المسيحية، وخصوصا ان يعني جه الوقت بقى انت بتسافر العالم كله. انا كلامي لشيخ الازهر الموقر حقيقي بنحترمك وكل حاجه، بس لما بتسافر بره بتدي صوره جميله جدا عن الاسلام، ولما بتيجي مثلا مصر بتكون الصوره مختلفه شويه. ردود الافعال مثلا من شيوخ معينين على الفضائيات المصريه بتاعه الحكومه بيكون فيها يعني كلام خارج يجرح المسيحيين، لو انت بتحترمهم يعني المفروض ان انت توقف الناس دي عند حدها او تطلع تعتذر بالنيابه عنهم، او مثلا عبد الله رشدي يتوقف يعني، وخصوصا ان هو مالي صفحات ال السوشيال ميديا بكلام إهانة للمرأة وللمسيحيين يعني ما عندوش حدود، يعني زي ما يكون بيلم فلوس من الفيديوهات اللي بيعملها. فأنا طلبي وأتمنى أن يتسمع ونحاول نناقشه لو الكنيسة اللي هي الأسقفية المصرية الإنجليكانية تحاول أن هي تفتح مركز للدراسات المسيحية في الأزهر، يبقى تبادل معارف. اللي عايز يتعرف أكتر عن المسيحية هيتعمل مثلا بروجرام ينفع للجالية الأجنبية والإسلامية عن معرفة المسيحية الحقيقية، بدل ما أنتوا متخبطين ومش راسين على حال ناس تقول المسيحية بنؤمن بيها، بنؤمن بعيسى والتوراة بس اللي مش محرفين. طب امتى تحرفوا؟ قبل الاسلام؟ بعد الاسلام؟ يعني في اسئله كتير 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 المفروض انتوا اللي محتاجين تتعلموا عنها اكتر وتوعوا، عشان لما تخرجوا للعالم اولادكم يعرفوا يتحاوروا ويتداولوا كلام، ويبقى كلام كده موزون ومعقول. الناس كلها بتفكر بالعقل، انتوا اللي مش هتبيحوا الحاجات دي بعنايه لأولادكم. بيفتحوا النت وبيدوروا زي ما هم عايزين، واللي عايز حاجة بيدور، بتلاقي ناس ألحدت لأن انتوا كرهتهم مثلا في الديانات الأخرى، بتلاقي ناس ماشية زي ما انتوا قال الله وقال الرسول زي ما بيقولوا، وإحنا مش هنغلط في حاجة وهي عايشين زي ما اتولدنا وخلاص. وناس تانية بتفتح الكتب وبتعرف فيها إيه وبتتأمل فيها وبتشوف حاجات انتوا أهملتوها أو شوهتوها يعني. يعني أنا بشكر طبعا إن بيبقى فيه لقاءات زي دي وبيبقى فيه تفتح، وطالما إحنا بنطلبها يبقى نقبلها كمان إن إحنا نشوفها، وإحنا عندنا ثقة كاملة إن حتى لما بندرس كل حاجة عن الديانة الإسلامية بنعرف نتحاور ونتكلم ونختار ونبقى واثقين من نفسنا، أولادنا واثقين من نفسهم وعارفين إلى أي حد يقدروا يفكروا ويدوروا. وإحنا عندنا السيد المسيح في كتاب المقدس قال لنا فتشوا الكتب، فتشوا الكتب. فإحنا ما فيش حاجة عندنا حدود ولا حرام إن إحنا ما نقراش وما نعرفش، إحنا ما عندناش أي قلق. بس أتمنى إن نقابل بالسواسية، أنتوا تفتحوا مركز دراسي
واحنا كمان نفتح عندكم مركز راسي للمسيحيات، وخصوصا انتم يعني شويه كده ما عندكوش فكره عن حاجات كتير، حاجات كتير واقعه منكم بتسمعوها من هنا شويه من هنا شويه، يعني مش عايزه اقول يعني ريحتهم وحشه وحاجات كده، وفي الكنيسه مش عارفه بيحصل ايه وابونا بيعمل ايه، يعني شويه خرافات للاسف من كتر ما انتوا شوهتوها او مش عايزين تقولوا الحقيقه. فاللي عايز يشوه هو اللي امتلك عقل المسلم للاسف. ف يعني اتمنى انها تتاخد خطوه جاده ونشوف تاثيرها ممكن يكون ايه. اتمنى الخير للعالم ولمصر، وخصوصا ان احنا بنبتدي نتفتح اكتر ونعرف اكتر عن بعض. نشكر ربنا يعني هي في بدايات يا هايدي ابتدوا يعملوها شويه، ابتدوا في حاجات كده ما كانتش بتحصل بتحصل، ويمكن انت اكيد معاكي اخبار عنها عن المراه وعن وعن في مصر، لكن لسه الجزء ده يعني مش واخد حيز من التنفيذ الجاد. صحيح. انك تحط الاثنين مع بعض ويعيشوا عادي، ما هم اوريدي عايشين مفروض على ارض واحده، لو المشكله حصلت الاثنين هيقعوا في المشكله، لو خير حصل الاثنين هيشوفوا الخير ده. لما الاثنين يعيشوا بشكل متوازن مع بعض، ما يبقاش باصص لي بديانتي، باصص لي انا بعمل معاه ايه، انا بتصرف ازاي، انا موجود معاه ايدي في ايده علشان نرفع البلد دي، صدقوني الدنيا هتبقى مختلفة تماما. اكيد في حاجات كتير حلوة بتحصل، لكن الحتة دي بالذات، دي بالذات محتاجة ان احنا نوعي اكتر ونتكلم اكتر، ويكون في ارادة حقيقية انها تتعدل للصح وللاحسن. امين امين. معنا مكالمة ناخد دكتور جندي. دكتور جندي مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا مدام شيرين؟ اهلا مدام هايدي. اهلا بحضرتك، متشكر خالص على البرنامج القيم ده، ربنا يخليك، المفيد. ميرسي. واهم حاجه موضوع المثليين ده طبعا، لانه بصراحه اول ما جيت كاليفورنيا من كام سنه كنت مبسوط بكاليفورنيا، دلوقتي بدات شويه يعني اتذبذب في كاليفورنيا واللي حاصل فيها. معرفش سمعتوا عن الست الجميله عم اترشح نفسها تبقى الجوفرنر بتاع كاليفورنيا؟ يلا عشان كانت تكمل راجل عشان تكمل فكرها ايوه الممثل او ماي جودنس راجل صح. راجل صوت راجل وجسم ست، معرفش ازاي عمل في جسمه كده ايوه، وخلاه شكل ست وشعر ست وكله، لكن صوت راجل تخين يخوف. فازاي ده هيبقى جوفرنر ولايه عظيمه زي كده والناس بترحب بيه؟ طبعا دي حاجه بصراحه مؤسفه جدا طبعا، ان احنا طبعا نسمع او نشوف حتى طبعا في امريكا في ولايه اعظم ولايات امريكا يبقى الجوفرنر بتاعها راجل متحول جنسيا. صحيح. طبعا دي انا اسف جدا ان انا بقول الحكايه دي لان بصراحه مزعلاني خالص. أما بالنسبة للسؤال يا مدام شيرين، فهو تكوين واحد عدد 27، فخلق الله الإنسان على صورته، بل على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. أمين. فباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء. اعتقد هو ده اللي بيبين ان ربنا خلقنا ذكر وانثى من البدايه. من البدايه. من البدايه، صحيح. مظبوط. سفر التكوين ده هايل هايل، والعدد طبعا والعدد والاصحاح الاول ده رائع جدا. اساس كل حاجه يا دكتور. متشكر خالص خالص واخذكم مكالمتي، وان شاء الله ربنا يستر على كاليفورنيا. امين يا رب على العالم كله. كاليفورنيا. امين على امين. اه طبعا. طبعا. على العالم كله. نشكر حضرتك. شكرا يا مدام هايدي يا مدام شيرين. اشكر حضرتك. ربنا يعوضكم ويخليكم لينا. ويخليك لينا يا رب. ميرسي لمحبتك. شكرا ليك. استاذ نادر جرجس منسق مواقع مسار العائله المقدسه في مصر، شخصيه اكتر من رائعه، بيحب مصر قوي حقيقي. الواحد حاسس ان هو انسان
ربنا جابه في الوقت المناسب ان يبقى متعلم قوي كده عن رحلة العائلة المقدسة والآثار المصرية، وبيحب مصر وعايز ينشر كل حاجة جميلة عن مصر. مشرفنا حضرتك استاذ نادر جرجس. ميرسي ميرسي مدام هايدي، ميرسي شيرين، اهلا بحضرتك، ومساء الخير على مستمعين برنامجكم الجميل. ربنا يخليك حقيقي، متشرفين جدا، ويعني جيت في الوقت المناسب، لان فعلا رحله العائله المقدسه دي حاجه يعني تخلي الواحد يبقى فرحان، وحقيقي الارض اللي داس عليها، يعني اول ما ابتدى يمشي السيد المسيح مشي على ارض مصر، فيعني دي بركه ما خدهاش اي حد، هو اختار مصر ان يحتمي فيها ويتعلم فيها المشي، وحقيقه خدنا بركه كبيره جدا. دي حقيقه، بس لو تسمحي لي ان انا اوضح نقطه مهمه جدا. اتفضل. وانا دايما بلفت نظر المستمع او المشاهد لهذا الامر، يعني ان انا دايما بقول هروب العائلة المقدسة لأرض مصر، أن العائلة المقدسة جت في هروب لاجئة لأرض مصر وشعبها لتحتمي وتستظل بها، وليست في رحلة. لما بنقول لفظ رحلة يا هايدي، معنى كده أن أنا رايح أتفسح، رايح أقضي وقت ظريف، لكن الحقيقة العائلة المقدسة جت في هروب وفي مسار شاق جداً. بركة أرض مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، رحلة شاقة جدا، مروا ب 12 محافظة، طريق قطعوا أكثر من 3000 كيلومتر ذهابا وإيابا، كانوا بيستخدموا الأماكن الغير رئيسية، لأن كان جنود الملك هيرودس بيطاردوا العائلة المقدسة لغاية نقطة معينة من نقاط المرور توقف ملاحقة ومتابعة العائلة المقدسة، ودي هنبقى نلفت نظر المستمع فين، عشان دي نقطة محورية مهمة جدا في المسار. في نفس الوقت ربنا اختص مصر دون عن بلاد العالم كله. لو فكرنا بهدوء شوية، سوريا، الأردن، لبنان، هم أقرب بكتير من مصر. صحيح. أنت عارفة هم جم من فلسطين، كان ممكن قوي يلجأوا للأردن، كان ممكن قوي يلجأوا للبنان، كان ممكن قوي يلجأوا إلى سوريا، لكن ربنا اختص مصر دونا عن دول العالم كله أنها تكون البلد الآمن اللي تلجأ إليهم العائلة المقدسة، اللي أنا دايما بحب أقول أول لاجئ يأتي إلى مصر ويحتمي بشعبها. ولو نبص كده للتاريخ ونجد ان مصر النهاردة فيها 8 مليون لاجئ مش موجودين في خيام ولا في موجودين في مناطق محظورة، منخرطين وسط الشعب المصري، عايشين زيهم زي المواطنين المصريين، بيتمتعوا بكل الحقوق. صحيح. بيشتغلوا، بيكسبوا، بيقضوا حياتهم عادي جدا. البلد الوحيد اللي في العالم اللي الناس تلجأ إليها ولا تشعر بغربة هي مصر. صحيح صحيح. طيب سؤال بيطرح نفسه، فكرة إحياء المسار بتاع هروب العائلة المقدسة لأرض مصر، الإحياء ده جت الفكرة من مصر ولا من الفاتيكان؟ وازاي اتبلورت وانها لازم تتحط على خريطة السياحة الدينية والروحية في العالم؟ اشكرك للسؤال. طبعا كل الناس متابعة من بعد ثورة الربيع العربي، اللي انا يعني لا تحفظ على كلمة الربيع العربي، انا بقول عليه الخريف العربي. شهد العالم كله من ثورات وأحداث قتل ودمار وإرهاب باسم الإسلام على إيد آيزيس أو داعش، مما أدى إلى تكون في العالم الغربي ما يسمى بالإسلاموفوبيا. صحيح. فالحقيقة منذ مصر ربنا يعني سمح أن هي تتخلص من هذه الحقبة المظلمة، السنة اللي كانت بالنسبة لمصر سنة كلها ظلام،
وكانت سنة صعبة جدا، وربنا أهدى مصر برئيس عظيم زي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أنقذ مصر من براسم هذه الفئة الطاغية المستبدة، وكان توجيه القيادة السياسية بالتحسين الصورة الذهنية عن مصر وعن الإسلام بصفة عامة. فكان الهدف ان ازاي يتم تحسين الصورة الذهنية في العالم كله ونقدر نغير ده. فكان من ضمن الحاجات اللي تقدر تساعد وهي القاء الضوء ان مصر هي بلد احتضنت الأديان السماوية الثلاثة، زارها أنبياء وقدسين كثيرين جدا، إبراهيم أبو الآباء، يعقوب، يوسف، موسى، بلد حبها الله بكثير من البركات. إن لازم نبرز برنامج مسار العائلة المقدسة للعالم الغربي، ونؤكد للعالم إن مصر بتحتضن الأديان السماوية الثلاثة إن كانت يهودية، مسيحية، إسلام. وده الحقيقة إحنا بنجد طفرة غير مسبوقة في إعادة بناء الإنسان المصري والمجتمع اللي كان الحقيقة تغلغله أفكار يعني مظلمة وأفكار كلها سوداوية، وإن يفصل المجتمع القبطي عن بقية المجتمع. وإحنا طبعا عايشين في مصر وأكتر ناس نقدر نوصف الحالة اللي إحنا مرينا بيها. فابتدى توجيهات القيادة السياسية على الاهتمام بهذا المسار والعمل على تطويره وإقناع الفاتيكان، لأن وليه الفاتيكان؟ لأن يا شيرين يا هايدي لازم المستمع يبقى عارف أن تعداد مسيح العالم هم 2 مليار و3 من 10. الاتنين مليار وثلاثة من عشرة لما نيجي نقسمهم نجد أن كاثوليك العالم 1.3 مليار، الروم الأرثوذكس والكنيسة الروسية هم 700 مليون، يبقى دي 1.3 مليار و700 مليون، دول 2 مليار. كنائس المشرق الشقيقة 6 كنائس هم 200 مليون، كده 2 مليار و2 من 10. الأدفانتست والإنجليين والكنيسة الأسقفية في إنجلترا 100 مليون، دول 2 مليار و3 من 10. فكان لازم نشتغل على الكنيسة الكاثوليكية اللي بيرأسها رئيس الكرسي الرسولي للقديس بطرس اللي هو بابا الفاتيكان المفروض بيتباعه 1.3 مليار. وكانت الصعوبة اللي واجهت هذا الملف ازاي نقنع الغرب بصحة المسار ونقنعه ان ده كلام علمي وموثق وفي مخطوطات وفي وثائق وفي حقائق بتؤكد المسار، زي ما احنا بنقول ان هم دخلوا من رفح، العريش، الشيخ زويد، الفارما، ودي شمال سيناء، ثم نزلوا على الدلتا دخولا من تل باسطة، البوابة الشمالية الشرقية، ثم نزولا لمسترد، ثم العودة لبلبيس، ثم صعودا إلى سمنود، منية سمنود، سخا، بالآس في دمياط، كفر الشيخ، ثم ذهابا إلى الصحراء الغربية في وادي النطرون، ودي المرحلة الثالثة من المسار، ثم دخولا إلى القاهرة من عين شمس اون هيليوبلس، مرورا بالزيتون، المطرية، العزبوية، حارة زويلة، مصر القديمة، ثم المعادي، آخر محطة من محطات القاهرة اللي أخذوا منها مركب وعبروا نهر النيل من الشرق للغرب، ثم بدأوا رحلتهم الشاقة جدا إلى جنوب الصعيد مرورا ببني سويف، ثم المنيا، جبل الطير، سمالوط، ثم آخر محطة من مسار المجيء وهي دير السيدة العذراء بالمحرق اللي قعدوا فيه 6 أشهر و9 أيام. لأن الملاك لما ظهر ليوسف النجار قال له كده، ولازم ناخد الآية كاملة عشان نبقى فاهمين القصة بالراحة، قال له قم خد الصبي وأمه واهرب إلى مصر
وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يقتل الصبي. فكون أن يقول له كن هناك حتى أقول لك، ما كانش يقدر يوسف النجار والعائلة المقدسة تتحرك من أرض مصر إلا بإعلان إلهي آخر وبظهور آخر عشان يقدر يتحرك. وده المكان اللي في المحرق ظهر فيه الملاك، زي ما التقليد بيقول الملاك غبريال هو اللي ظهر ليوسف النجار، وساعتها قال له قم خذ الصبي وأمه وارجع إلى فلسطين، لأن المزمع أنه كان يقتل الصبي قد مات. ومن هنا بدأت رحلة العودة، فاضطروا أن هم يقبلوا شوية. وده التساؤل الناس بتسأل لما المحرق آخر محطة، طب ليه الناس، ليه العائلة المقدسة ارتجلت جنوبا؟ ارتجلت جنوبا يا هايدي وشيرين عشان كانت المرسى اللي فيه مراكب عشان ياخدوا مركب ويرجعوا كان في منطقة اسمها درونكا. طب ليه طلعوا المغارة اللي فوق واستخبوا فيها؟ عشان كان ساعتها فيضان نهر النيل ساعتها في الوقت ده كان عالي جدا، وكانت مياه نهر النيل بتغمر أماكن كتير على مسطحات شاسعة من الأراضي، فكان لازم يطلعوا لأعلى نقطة ويدوروا على مغارة يحتموا فيها وياخدوا معهم بعض المؤون من الأكل والمشروبات والشرب يعني، ويستظلوا فيها حتى هدوء الفيضان، ثم ينزلوا على الميناء يستقلوا المركب ويبدأوا رحلة العودة. وطبعا المجتمع عارف أن العيلة المقدسة رجعت الناصرة، ما رجعتش في أورشليم، عشان كده المسيح أطلق عليه ناصري. يعني يا بشكرك جدا يا استاذ نادر بجد على انك يعني سردت الرحله او الهروب زي ما حضرتك قلت بمنتهى البساطه والسلاسه، ويمكن خدتنا فسحتنا كده في كل مكان ده اللي راح الاماكن دي افتكرها طبعا بالحاجات المميزه اللي فيها. بس طبعاً خليني يعني اخش مع حضرتك بقى في الرحله نفسها للناس اللي هي عايزه تروح الرحله في المسار بالظبط. يعني بيقال ان المسار ده تقريبا 31 محطه او 31 نقطه، هل الكلام ده صح ولا لا؟ مظبوط. طيب يا هل متقسمه ازاي؟ يعني المراحل دي هتبقى متقسمه ازاي؟ ان وهل انتوا خلصتوا كل المراحل اللي هي مفروض نقول عليها الرحله كده كامله من ساعه ما السيد المسيح حط رجله على ارض مصر لحد ما رجوعه تاني الى الناصره؟ اتفضل يا استاذ نادر. معلش انا من الصوت يعني اللي بيكلمني هايدي ولا شيرين؟ لا انا شيرين. معلش سامحوني، انا اول مره اعمل مداخله معاكم، فبعد كده هحفظ الباقي. لا اتفضل. اوكي بص يا شيرين، احنا لما نتكلم على المسار احنا بنقسم المسار عشان نبسط على المستمع ما بين المحطات ونقاط مرور. ايه الفرق بين المحطه ونقاط المرور؟ المحطه اللي هي العائله المقدسه استقرت فيها بداية من أيام لغاية شهور. نقاط المرور هي النقاط اللي مرت منها العائلة المقدسة. تمام؟ تمام. فما بين المسار، ما بين محطات ونقاط مرور هم 31. طيب هل جميع نقاط المرور هي محطات سياحية أو تصلح أن هي تكون أماكن سياحية؟ لا طبعا، لأن العائلة المقدسة مرت بالأماكن الأكثر فقرا، مرت بالأماكن الغير رئيسية، لأنه زي ما أنا قلت في البداية كانوا بيتم ملاحقتهم من جنود الملك هيرودس، ولأنه ما كانش عايز يسيب الطفل يسوع ينجو، وكان بيدور عليه لقتله زي ما القصة مذبحة أورشليم، مذبحة بيت لحم آسف، اللي تم ذبح فيها 144 ألف طفل من أطفال بيت لحم، ودي كان أول مذبحة في العالم التاريخ يعني يئن من بشاعتها، وكان مصمم انه يقتله خوفا على مملكته وحفاظا على مملكته، لان كان متصور ان ده الملك اللي هينزع منه الملك، ما يعرفش ان السيد المسيح جاي لملك تاني خالص، هو ملك سلام جاي يخلص العالم وليس ينزع الملك من ملوك الارض. المراحقة للجنود توقفت عند العزبوية. ليه توقفت عند العزبوية؟ في العزبوية كانوا قاعدين في أرض زراعية عند واحد مزارع هناك كان بيزرع بطيخ.
زرع البطيخ بيحتاج لما نحط البذرة في الأرض من 3 أشهر لأربع أشهر لما يطلع الثمر، والثمر بيطلع في الأرض. فلما جم في العزبوية بالليل حد قال لهم جنود الملك هيرودس بيلحقوكوا، فأرجوكوا اتركوا المكان. فالراجل اللي كان بيستضيفهم كان راجل كريم جدا، فجم بالليل باركوه وقالوا له احنا مضطرين ان احنا نسيبك ونمشي، انت راجل كرمتنا وانت زي ما كرمتنا ربنا هيباركك، احنا لينا طلب بس واحد عندك، ان بكره الصبح بعد ما نسافر او بعد ما نمشي من هنا لما يجي الجنود اللي بتلحقنا وتسال علينا، وهو كان ساعتها بيزرع البذر بتاع البطيخ، ويسالوك امتى كانوا الناس دي هنا، قول لهم ان احنا كنا موجودين وقت ما انت كنت بتزرع البطيخ. خدوا بعضهم بالليل وارتحلوا. الصبح صحي الراجل لقى ثمر البطيخ طلع في الارض. فلما جم الجنود شافوا الارض الزراعيه فيها بطيخ، فسالوه عن اوصاف العيله المقدسه، فقال لهم ايوه كانوا موجودين عندي. قالوا طب كانوا موجودين عندك من امتى؟ فقال لهم انا كانوا موجودين عندي وقت ما زرعت البطيخ. فبصوا للبطيخ لو البطيخ طالع في الارض، فقالوا يبقى ده كانوا هنا من 4 أشهر، فدول هنحصلهم منين؟ ومن هنا توقف ملاحقه الجنود الملك هيرودس لملاحقه العائله المقدسه. نرجع تاني للمحطات والنقاط المرور. احنا عندنا بعض من اهم المحطات عشان نبسط على المشاهد: المطريه، مستورد، سخا، سمنود، بالقاس، تل باسطة، ابي سرجة، كنيسة المغارة في مصر، حارة زويلة، المعادي، جبل الطير في المنيا، المحرق في اسيوط، وجبل درونكا في اسيوط. دي محطات. ليه محطات؟ زي ما قلت قعدوا فيها من ايام لعدة شهور. اما باقي نقاط المرور فهي مرورا مرت العائلة المقدسة منها، زي أشمونين مروا من أمام المعبد فسقط المعبد وتهشمت الأوثان على وجه الأرض، وأماكن كتير مروا بيها. فإحنا سياحيا بنهتم بالمحطات أكثر. المحطات الحقيقة يعني ممكن نعدها على صوابع إيدينا، ممكن تتكون من 8 ل 10 محطات. وانا شايف سياحيا ان ده اهتمام بالغ بالمحطات اكثر من النقاط المرور في الوقت الحالي. لو نجح البرنامج من خلال المحطات وخلينا نعتبر دي مرحله، ممكن بعد كده نكمل بنقاط المرور، لان احنا عشان نجيب الزائر عشان يمشي في المسار ده برنامج يحتاج وقت طويل جدا. لكن لو اكتفينا بالمحطات اللي باركت بيها ارض مصر وموثقه وفي هناك اثار وفي تراث بيؤكد وجود العائله المقدسه في هذه الاماكن، وخليني اقول ان مسار العائله المقدسه بيتخلله 8 مغارات، 13 شجره، 18 بير ميه. زائد هناك بعض من اثار موجوده ومبسطها على المشاهد. السيد المسيح ساب لنا على الارض 2 هاند برنت و2 فوت برنت، وساب لنا حجر كان بينام عليه، وساب لنا العاسيت العذراء كان بتعجن العجين في اجران، جرن بتعجن فيه العجين، وكانت بتحمي الطفل يسوع على زي طشت من الحجر كده كبير. الاثنين فوت برنت اللي سابهم المسيح في العالم، واحد منهم لما كان في سخا وقف على صخرة وقدم رجله طبعت على الصخرة دي، واحنا لسه محافظين على الحجر ده من 2000 اكتر من 2000 سنة في مدينة سخا في كفر الشيخ، والكنيسة محافظة على الحجر ده زي عينيها. الفوت برنت التاني هو في اورشليم، السيد المسيح ساعة الصعود قدم رجله قد طبعت على الصخرة اللي صعد منها للسماء، ودي موجودة في أورشليم. يبقى عندنا 2 فوت برنت بس في العالم، واحد عندنا في سخا،
والتاني في اورشليم. اما الهاند برنت فهم اثنين بس في العالم، واحد في طريق الام السيد المسيح وهو ماشي في اورشليم سند بايده على الحيطه فطبعت كف ايده على الحيطه، التاني هو طفل عند جبل الطير والعيله المقدسه قربت على جبل الطير وحضر اتدحرج من فوق، فالسيد المسيح كان طفل صغير مد كف ايده وقف الحجر، كف ايده طبعت على الحجر، بس للاسف الحجر ده مش موجود في مصر، تم تهريبه الى ايطاليا من ايام الحكم الروماني لما كان بيحكم العالم كله، واحنا طبعا بنتمنى الحجر ده يرجع تاني. طبعا طبعا عندنا الحجر اللي نام عليه السيد المسيح اللي هو المذبح اللي بيصلي عليه الاباء الكهنه والاساقفه في المحرق، اول مذبح المذبح الوحيد اللي دفنه السيد المسيح في ايده في العالم، وده بنعتبره اورشليم الثانيه. عندنا اجران اللي كانت بتعجن فيه الست العذراء الدقيق، وعندنا في المطريه في شارع في المطريه لغايه النهارده الخميره العجينه ما بتخمرش بسبب ان العائله المقدسه وهي بتمر من هناك طلبوا من اهل الشارع ده عيش، رفضوا يدوهم عيش، فلغايه النهارده العجينه ما بتخمرش في الشارع ده وما فيهوش فرن عيش بسبب العجينه اللي ما بتخمرش. في حجر كان بيستحم عليه السيد المسيح موجود في شجره السيده العذراء في المطريه. دي كلها اثار يا شيرين بتؤكد مرور العيله المقدسه من ارض مصر، زائد عندنا من المخطوطات والوثائق الكثير والكثير والكثير اللي تم دراسته وبحثه، وده اللي ساعدنا في اقناع الفاتيكان بصحه المسار بال 31 نقطه، وتم ترجمه كل ده باللغه الايطاليه لما جه الوفد رفيع المستوى قبل زياره قداسه البابا فرانسيس لمصر في 28 و9 ابريل سنه 2017 كانت زياره ناجحه جدا. وانا كنت شرفت ان انا اكون المنسق، عندنا صوره وكنت موجود لاستقبال الوفد رفيع المستوى ده، واتسلمتهم كل الوثائق والمخطوطات دي، والحقيقه قداسه البابا الانبا تودروس ساعدنا كتير جدا انه جمع كل المخطوطات والوثائق دي في كتاب بتكليف منه لمعهد الدراسات القبطيه، كلفه استاذ دكتور اسحاق عجبان استاذ علم التاريخ في المعهد اللي دلوقتي اصبح عميد المعهد، وده انا ترجمته باللغه الايطاليه، مش كل الكتاب، بعض من اهم المخطوطات والوثائق اللي بتؤكد المسار. حلو جدا. وسلمته لهم، وده اللي كان ليه الفضل الحقيقه الكبير انه يقنع الفاتيكان بصحه ودقه المسار كما تقول الكنيسه المصريه. وكان في برديه كمان اكتشفوها، في برديه مكتوبه باللغه القبطيه الفيوميه. حضرتك بعت لي الصوره بتاعتها. برافو عليكي. تم ارسالها لجامعه كولون في المانيا، وتم عمل بحث ودراسات، ودي اثبتت ان العائله المقدسه قعدت في مصر 3 سنين و11 شهر و9 ايام. ممتاز ممتاز. واحنا معانا صوره البرديه لو نحطها استاذ نادر، هنحتاجها برضو في الخبر. طب انا بس ليا سؤال، معلش يا استاذ نادر، هل في عقب يعني عقبات بتواجهكم علشان تكملوا المسيره دي؟ يعني عقبات ماليه، عقبات بيروقراطيه، من عقبات من اي نوع اخر علشان خاطر الحاجات دي تبقى موثقه وان الناس تبقى عارفه المحطه واحد دي انا هنزل رحله العائله المقدسه عندي 10 او 8 محطات 1 و 2 و 3 لحد 10، ولو فرض وهقدر اكمل المسار او يعني النقط الثانيه اتس اوكي. هل انتوا كده ريدي ولا في حاجه لسه موقفاكم؟ بشكرك جدا على اسئلتك الذكيه جدا. طبعا مشروع مسار العائله المقدسه ده مشروع كبير جدا ومشروع بيتكون من 5 محاور. المحور الاولاني هو رفع كفاءه مواقع المسار من محطات ونقاط مرور، وده الدولة قايمة بيه على أكمل وجه من بنية تحتية، بس ده لا يكفي. المحور الثاني هو توعية المجتمع المحيط بمواقع المسار، الإعلام. أنا ما أقدرش، المجتمع محتاج يتثقف، محتاج يعرف أهمية النقاط اللي هو عايش وسطيها،
لان زي ما قلت في البدايه المسار العائله المقدسه مرت بالاماكن الاكثر فقرا، مرت باماكن مكتظه بالسكان. السكان المحيطه بالمواقع دي زي المطريه وزي مسترد لازم يكون عندهم من الوعي الكافي ومن الثقافه اهميه وقد ايه الارث الحضاري اللي هم في الاماكن المحيطه بيه. انت عارفه حضرتك في اي حته في العالم بيبقى بيقدروا يحولوا من التراب يخلوه ذهب. احنا للاسف من كتر ما عندنا من تاريخ ومن حضاره احنا الذهب ردمناه بالتراب، فاحنا بنحاول نزيل التراب ده من على يعني افكار الناس وازاي نوعيها ان هم قاعدين جنب كنز وجنب ارث حضاري يدر عليهم بالنفع ويعظم من مواردهم ويعود عليهم بفايده كبيره. صحيح. ده بياخد شويه وقت. المحور الثالث هو المحور اللوجستي مع الكنيسه والمعنيين بالمواقع بتنظيم مواعيد الزيارات، لان في اوقات بيبقى في قداسات، في اوقات في صيامات، في اوقات في طقوس زي في الصيام الكبير والحاجات دي، فدي لازم بننسق فيها عشان ما نعترضش الاجانب لما بيجوا. صحيح. لان احنا بنقول ان مسار العائله المقدسه مش مرتبط بميعاد واحد، احنا المسار مفتوح على مدار السنه غير القدس هو بس في الفتره بتاعت في الاعياد فتره الايام اللي هو ده موسم الحج في القدس. صحيح. لكن انا عندي الموسم مفتوح على مدار السنه كلها. صحيح. فده المحور الثالث. المحور الرابع هو محور امني، يعني مواقع زي مرحله شمال سيناء هي مستبعده في الوقت الحالي حتى الانتهاء من العمليه امنه شويه تطهير يعني لسه ما جاش وقتها. المحور الخامس اللي هو نعمل اماكن لبيع المنتجات اليدويه ومعارض اسواق طبعا فتح اسواق ده هيساعد كتير وهيبقى دخل كمان كبير مش قليل. يعني حضرتك طبعا احنا بنحاول السائح بتهمه الحاجات دي، ما نوقفش موقف المتفرج على الدوله، احنا بنحاول نساعد الدوله على قد ما نقدر من دعم ان احنا ننزل بحملات توعيه للمجتمع، ان احنا نقوم بحملات ترويج وتسويق للمنتج الجديد الواعد اللي هيدر عائد كبير على مصر. احنا لو قلنا بس بنستهدف يا شيرين 1% مش 1% من تعداد مسيح العالم، والمنتج ده احنا مش بنستهدف فيه مسيح العالم، احنا بنستهدف فيه العالم كله اللي تعداده 7 مليار. صحيح. فلو انا بستهدف 1% ودي حسبه بسيطه جدا، انا بستهدف لو بستهدف العالم كله 7 مليون، لو بستهدف بس مسيح العالم 2.3 مليون، وده يجر 2.3 مليار دولار لمصر. طبعا. طب لو انا استهدفت 1% انا هستهدف 23 مليون، يعني 23 مليار دولار. ده اكتر من قناة السويس، يعني ده مشروع قومي والدولة تعي كويس جدا اهمية هذا المشروع. صحيح. ان شاء الله هيظهر للنور قريبا. امين. بس كلنا نساعد. امين. واللي يقدر يتعاون معانا، احنا يعني فاتحين احضان الائتلاف لجميع الناس اللي مهتمة بهذا المشروع القومي، من قافلات توعية، حملات توعية، نشر كتب، مذكرات، كتيبات صغيرة لتوعية المجتمع. صحيح. ندوات تثقيفية، زيارات تعريفية، دعم الأهل المواقع المحيطة انه يحسنوا شويه من البنيه التحتيه والاماكن. نرسم جداريات على الحيطه. صحيح. في الاماكن. صحيح. علامات ارشاديه في الطرق. نشكر ربنا الطرق دلوقتي الدوله قامت بطفره غير مسبوقه بالثوره في الطرق. صحيح. عندنا الطرق النهارده بقت الاكسسبيليتي بتاعتها ممتازه جدا جدا جدا، وده الحقيقه كان يعني مهم جدا انه يبقى موجود. فنتمنى طبعا من اقباط المهجر كنت لسه هسال حضرتك السؤال ده، ايه دور اقباط المهجر؟ هو ده السؤال جالي غير في سؤالين تانيين، بس السؤال ايه دور المصريين عموما في الخارج كسياحه دينيه او سياحه لمصر، ايه دورنا؟ يعني ايه الرساله اللي تقدر توصلها للمصريين في الخارج؟ احنا بندعو كل اقباط المهجر الاهتمام بسياحة الجزور،
مش ممكن أباط المهاجر اللي جذورهم من هذه الأرض الطيبة اللي تباركت بقدوم العائلة المقدسة وداست بأقدامه وباركت نهر النيل اللي لن يجف أبدا واللي ما نخافش أبدا لا من سد نهضة ولا من أي حاجة تانية وييجوا وينشطوا معانا البرنامج ده، وإحنا عندنا استعداد نسهل لهم كل الإجراءات المطلوبة ونساعدهم. لو بقى عندنا مجموعات باك تو باك أو قدرنا كل شهر ننفذ مجموعة من ولايات مختلفة ومن جميع أنحاء العالم لأباط المهجر ليجوا يشوفوا الجذور بتاعتهم ويشوفوا الإرث الحضاري بتاعهم والتاريخ عشان ينشروا ده للعالم، ده الورد اوف ماوس أكتر أكيد حاجة ممكن صحيح تساعدنا للترويج لهذا المسار. ومش للمصريين بس، يعني ولادنا متجوزين مثلا أمريكان والأمريكان ليهم قرايب، أنت بتفتح فتحة تانية كبيرة جدا زي ما القدس مفتوحة للعالم كله. إحنا برضو عايزين طالما إحنا موجودين في أمريكا أو في أي مكان في العالم نقدر نوسع الرقعة شوية ونخبر اللي حوالينا بالجواهر الموجودة في مصر. طب سؤال، ليه سموها الحج الفاتيكاني؟ هل لي الفاتيكان ليها دور مادي مثلا او معنوي؟ لا أو هذا اللفظ لا يخصنا احنا بشيء. تمام، لفظ عشان بس نوضح للساده المشاهدين عشان سمعناه في البدايه، ده لفظ بتستخدمه الكنيسه الكاثوليكيه لانهم عندهم كتالوج خاص بيهم هم لبرامج الحج الديني. ايوه، هم عندهم اللورد في فرنسا، سانت فاطمة في البرتغال، سان دييغو دي كومباستيلو في أسبانيا، عندهم القدس في أورشليم، عندهم نهر الأردن اللي اعتمد فيه السيد المسيح في الأردن. كل دي برامج حج هم بيطلقوا عليها هذا اللفظ، لكن هي برامج حج ديني أو حج روحي، يعني مش لفظ فاتيكان ده يخص الكنيسة الكاثوليكية فقط. يعني كده اضافت عليها الرحلة أو المسار العائلة المقدسة، مسار العائلة المقدسة. تمام، ممتاز ممتاز. طب احنا لو احنا عايزين نبتدي حاجة زي دي محتاجين مثلا، لو احنا عايزين نعمل دعاية ونتكلم مع الناس عن اللي حابب يطلع الرحلة من المصريين الأباط الأول مثلا وبعد كده يرجعوا يحكوا، مدتها مثلا ممكن تكون قد ايه وامتى الوقت اللي نقول فيه يلا نطلع رحلة مثلا لمصر؟ اقل مدة اسبوع، اقل حاجة اسبوع، اكتر مدة اسبوعين. تمام، وده ممكن نزوده مثلا لو في اماكن تانية زي الاثار، زي الشواطئ، زي في حاجات كتير ممكن تتزار في مصر، فاحنا ممكن نعمل باكيج مثلا كامل. برافو شريف، برافو. احنا ما فيش حد بيجي يزور مسار العائلة المقدسة الا لما اساسي بيزور الهرم طبعا والمتحف والمتحف طبعا، لان احنا بنعتبر ان السياحة الثقافية والسياحة الدينية هما وجهين طبعا. لكن احنا بنقول ان كمان بعد ما بنعمل البرنامج محطات المسار والهرم والمتحف ممكن نعمل اسبوع في الغردقة، اسبوع في شرم الشيخ، اسبوع في العين السخنة، اسبوع في الساحل الشمالي في العلمين كترفيهي بعد البرنامج الثقافي التراثي الحضاري ده الروحي، كنوع من بقى ان يبقى فيه زي مصيف او زي بنريح على البحر بقى شوية. طبعا جو مصر وشمس مصر ما حدش يلاقي احسن منها. ممتاز، مع احترامي لكاليفورنيا طبعا. لا لا لا، كاليفورنيا باد نيوز صدقني. عندك حق، ما كنت ضعين فيها صدقني، ما في زي مصر ابدا 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 ابدا. طب سؤال تاني، القناة بتعمل رحلات للأراضي المقدسة من 2013 الحقيقة، وقد إيه عليها إقبال وجميل جدا. ساعات كنا بنطلع مرتين في السنة بس طبعا، ما احنا أراضي مقدسة برضو. أو ما أنا كانت لسه أنا هايدي بس كانت لسه ما دخلتش يعني حكاية الرحلة أو المسار العائلي للعائلة المقدسة. يلا بقى، إيدي في إيديكم.
يلا احنا على استعداد، ولو احنا مثلا هنعلن فيري سون نبتدي مثلا الرحله في شهر كام مثلا افضل وقت، يعني اقرب حاجه، يعني لو هنعمل دعايه من دلوقتي مثلا، يعني لو طبعا المصريين مش خايفين من الحر احنا ممكن نبدا من يوليو، لو خايفين من الحر نبدا من سبتمبر، لكن انا يعني عارف ان المصريين بيحبوا جو مصر. وبعدين عندنا في يوليو وأغسطس ده مصيف يقدروا يستمتعوا بالجو على البحر. لو عايزين يجوا برضو الأجازات، يعني برضو خليكي ادرسي ايه الأجازات عندك خلاص، وايه الفترات اللي الناس تقدر تاخد فيها أجازة أسبوع أو أسبوعين، وإحنا كل الدعم وكل التسهيلات هنقدمها وهنساعدكم إن ننجح الرحلات التعريفية الأولى دي بقوة، عشان تبقى دي ال 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 البداية أو ال النواة اللي احنا نبني عليها مجموعات كتير على مدار السنة. ممتاز. طيب يعني مثلا حضرتك بتوعدنا ان هي لو احنا قلنا بكرة العشر ايام من ضمنها مثلا سياحة للشواطئ، ممكن لو من بكرة هتبقى العائل المسار. انت لو قلتي امبارح هتبقي طب انا بس عايزه اطمن احنا استقبلنا سنة 2018 300,000 حج لهذا المسار. ممتاز. مشوا بانطباع اكثر من رائع. الكورونا وظروف الكورونا طبعا دلوقتي بقت بتصعب شويه الموضوع، لكن نشكر ربنا ان في تطعيم، في فاكسين، في بي سي ار، في اجراءات. احنا بنطمن المستمع ان كل العاملين في المجال السياحي تم تطعيمهم بالكامل. ما بنستقبلش حد الا معاه بي سي ار يؤكد ان هو مش حامل للميكروب او للفيروس. احنا بناخد الاجراءات الاحترازيه والتعقيم، ونسب الاشغال عندنا لا تتجاوز 50% في الفنادق، الاوتوبيسات 50%، يعني هنركب اتوبيس كل كرسيين عليه واحد بس، محدش يقعد جنب التاني. فده في حد ذاته بيطمن، واحنا بناكد لكم ان مصر امنه والاجراءات الاحترازيه اللي بتتاخد فيها على اعلى مستوى، وبندعوكم للزياره عشان انتوا بنفسكم تنقلوا لبقيه الناس الكلام ده، بدل ما احنا اللي بنبقى بنتكلم عن نفسنا. ده يعني خبر اكتر من رائع، وده اللي انا كنت متوقعاه من الكلام مع حضرتك النهارده الصبح. حسيت ان فعلا اكيد في خطوه جميله جايه لمصر وابتدت، واحنا ابتديناها على فكره. عندنا الكتاب بتاع مسار العائله المقدسه لمصر اللي هو زي ما قلت لحضرتك عليه في التليفون الصبح، اللي عاملينه دير الراهبات دير ماري جرجس في مصر القديمه، واللي فيه الفيلم. يعني احنا ابتديناها واحده واحده، وشايفين ايد ربنا هي اللي بتقدم الجزء ده قد ايه هيكون رحله جميله. احنا اللي هناخد الرحله، لكن المسار هو مسار، احنا اللي هنستمتع. هو المسار كله بركه طبعا، وكله خير، واللي هيجي هيجد راحة نفسية كبيرة جدا، وهيجد بركة غير مسبوقة مش موجودة في أي مكان في العالم. أكيد أكيد، ما عندناش أي شك. مش عارفة أشكر حضرتك قد إيه على البركة والوقت الجميل، وصحيناك بدري. أنا أسفة بس معلش بقى. لا بالعكس، شكرا. الواحد ينزل يصلي. طب كويس. نشكر حضرتك أستاذ نادر جرجس، ربنا يخليك لينا. ميرسي خالص. شكرا لحضرتك وميرسي. احنا اسعد. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. تمام. سلام. باي. حقيقي توضيح كان مبسط قوي، والكلام كان جميل ومشوق. يعني انت لو تابعنا الكلام اللي قاله استاذ نادر تحس ان انت يعني خلاص هتحجز ونازل. هتطلع بكره. هتحجز ونازل يعني. صحيح. بجد يعني كلنا عارفين ان البركه والايمان والحاجات الحلوه دي موجوده في الغاليه مصر، يعني ليها طعم تاني خالص. صحيح. اديورتنا وكنايسنا وخدمتنا كل ده مختلف. مصر تستحق كل خير، واولادها جمال ويحبوها وهيساعدوها ويقفوا معاها لغايه ما ترجع احلى من الاول كمان ان شاء الله. امين.
طيب عشان الوقت بيجري بينا شيرين شوفي طيب عندك عشان انا في اسرائيل تم انتخاب رئيس ليها. طبعا حضراتكم عارفين ان الرئيس الاسرائيلي يعني شرفي بيكون مش يعني مش اساسي زي رئيس الوزراء. إسحاق هارتسوغ 60 سنة الرئيس 11 لإسرائيل وريس عائلة من السياسيين، فهو نجل الرئيس الإسرائيلي السابق حييم وحفيد أول حاخام في الكنيست. بدأ مساره السياسي في سنة 2003 عندما تم انتخابه لأول مرة في البرلمان، وبعد كده تولى عدة مناصب رئاسية وتولى رئاسة حزب العمل في 2013. هي للعلم يعني هو الرئيس السابق لإسرائيل كان تولى الحكم في 2014. زي ما احنا عارفين ان اليومين دول في برضو شوية كده في تشكيل الحكومة، ونتنياهو بيواجه شوية مصاعب، لكن خلينا في نتنياهو دلوقتي مش هنتكلم عليه لحد ما تبان الأمور أكتر وأكتر، وخلينا نشوف مين رئيس إسرائيل الحالي. تفضل. هو الرئيس 11 لإسرائيل إسحاق هارتسوغ 60 عاماً. زي ما باين في التقرير ان السلطه في ايد رئيس الوزراء، يعني وبرده من ضمن سياسته انه حل الدولتين مع فلسطين. هيتم مش هيتم تشكيل الحكومه الجديد هيفرق في اسرائيل، نتنياهو مكمل ولا عنده مشاكل ده اللي الايام هتبينه، بس الناس دول عندهم هدف ويهمهم ان اللي يكون موجود على الكراسي يحقق الهدف، يطلع سين يطلع صاد يطلع عنده قضايا فساد يطلع مراته بعرفش بتشتري اكل منين ولا يشغلهم، المهم يحققوا الهدف بتاعهم. ربنا موجود. امين. طيب توضيح عشان في ناس ما فهمتش قصدي، من انشاء مركز للدراسات المسيحيه جوه الازهر بيروح مدرس او دكتور او حد او قسيس يروح يشرح للي حابين يتعلموا عن المسيحيه من الطلاب المسلمين اللي في الازهر، زي اللي في الكنيسه هم مسيحيين اللي هيتعلموا عن طريق مدرس مسلم او شيخ هيبقى موجود في الكنيسه او في يعني في المركز بتاع الكنيسه الثقافي اللي هي الكنيسة الأسقفية بتستضيف دراسات إسلامية جوه الكنيسة عندها، يعني هيجي شيخ يعلم المسيحيين. احنا بقى بنطلب ان يجي قسيس او دكتور او حد خادم جميل كده يدرس المسلمين دراسات عن المسيحية. ايه هي المسيحية؟ انتوا بتعترفوا ان هي دين؟ طب ايه الاختلافات؟ ده اللي كان مقصود. انا اسفة ان انا يمكن ما وضحتش، في حد اتصل عايز يستفسر. عندي مكتبة دمياط، يعني حقيقي الواحد كل يوم بيشوف حاجات اجمل واجمل بتحصل في مصر. خالد منتصر بيتكلم عن مكتبة مصر العامة بدمياط النور قادم، بيقول كل الشكر للسفير عبد الرؤوف الريدي والسفير رضا الطايفي ودعم محافظة دمياط الدكتورة منال ميخائيل المتحمسة للثقافة والنور على هذا الصرح العظيم على أجمل بقاع مصر. شهادة الأطفال والكبار يقرؤون أحدث إصدارات الكتب وأهمها ويتابعون مواقع المعرفة بالإنترنت، يحلمون عفوا بالمستقبل ويصنعون الحاضر ويتدبرون الماضي. وأضاف نافذة تنوير جديدة ورئة فكر وعقل ومنطق يتنفسها أهل الوادي وسكان المحروسة. النور قادم لا محالة ما دام هناك هذا الحب وهذا الجهد وهؤلاء العشاق لمصر. يا مصر مثل يعني السفيرين، هو بيرحب قوي بالسفيرين المصريين الريدي والطيفي. كل الشكر والتقدير لهذا الانفتاح. التعليم مهم، القراءة مهمة، الاهتمام بالطفل، الاهتمام بالمكتبة زي ما كانت مكتبة اسكندرية كانت هي نور العالم. كل حاجة بإذن ربنا هترجع وتبقى أحسن من الأول. عندنا حاجة جميلة برضو، طبعا افتقدنا
قديسة، أنا هقول عليها قديسة، واحدة نفت حياتها عشان أو أفنت حياتها عشان الأطفال والفقراء في منطقة وقرى صغيرة في مصر، هي الفنانة السويسرية إيفيلين بوريه التي وضعت قرية مصرية صغيرة على خريطة السياحة والفنون، وتوفيت عن عام 82 عاما، هي بقرية تونس بمحافظة الفيوم حيث استقرت منذ أكثر من 50 سنة، وأسست أول مدرسة لتعليم وتصنيع الخزف والفخار في المنطقة، مسهمة في تحويل القرية لمقصد سياحي عالمي ومركز إقليمي لصناعة وتصدير، تشوف بتخلق من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا، وتصدير الخزف والفخار. تعد بوريه إحدى أولى النساء الرائدات في المشاريع الخاصة في صعيد مصر، فقد استطاعت الحفاظ على استمرارية القرية بدعم تلاميذها في تأسيس، هم اللي بيأسسوا مدارسهم وورشهم الخاصة، حتى أصبحت القرية اليوم مركزا للفن والخزف في مصر. وصفها إبراهيم عيلة نجل الفنان التشكيلي محمد إبراهيم عبلة نجل الفنان التشكيلي محمد عبلة ومدير مركز الفيون للفنون، بمن بدأ مسيرة القرية الفنية وأثنى على عطائها المستمر للمكان وإيمانها بإمكانية تغيير الطريق للفن. تلك السيدة بتجسد ثقافة الحب والحياة، إزاي إن إحنا نخلق ونعلم الأطفال حب الحياة، إزاي إن أنت تثمر، إزاي أنت تنتج، إزاي أنت تعمل. أنقذت الأطفال والسيدات والفقراء، عملت منهم شيء، خليتهم هم اللي بنوا كل حاجة بإيديهم، أحسن من انتشار الفقر طبعا والاحتياج ومد الإيد، لكن صنعت أجيال، مش جيل واحد، صنعت أجيال وعملت مدارس. حقيقة نفتخر بالناس الجميلة دي، هي جاية من سويسرا، فكر سويسري، بس الفكر المصري الأصيل برضو جميل، هي يعني اندمجت مع الناس دي وأثبتت حاجات جميلة، إن هي ممكن إن إحنا من الأطفال نصنع منهم حب للحياة وليس حب للموت وليس قنابل موقوتة في أماكن مختلفة، ولكن نهتم بالطفل، نهتم بالتعليم. دي كانت أنتي عندك الصين عشان في فيديو ليها هايدي. طب نشوف أنا بس بحاول أستعجل عشان الوقت يجري مني. بس عشان الفيديو. الناس تشوفها نشوف الفيديو بسرعة ونرجع تاني. تفضل. قلنا مبارح شخصية من الشخصيات العالمية اللي كان ليها بصمة كبيرة جدا في المجتمع، وهي الفنانة السويسرية إيفيلين بوريه. حقيقة عزاء واجب، ولكن أنت رحلتي، ولكن إيديكي وأفكارك واهتمامك والأطفال اللي كبروا وشافوكي، أنت مثل أعلى ليهم ولينا كلنا. حقيقة الدنيا كلها خسرتك، ولكن سبتي أثر جميل وهيفضل التاريخ كله يتكلم عنه. كل التحية والتقدير لهذه الإنسانة الجميلة، ونتمنى يكون منها ناس كتير قوي يحبوا مصر وإزاي يدوا لمصر. ناخد مداخلة. أستاذ فادي، مساء الخير. فادي، ألو 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 أستاذ فادي. أيوة. لا أستاذ فادي، نو. مين معانا على التليفون؟ ألو ألو أيوة. مين؟ أيوة. اهلا وسهلا، معلش احنا متوقعين صوت فادي. أستاذ فادي، بس معلش اتفضلي حضرتك. اتفضلي. هي ممكن احل المسابقة؟ طبعا اتفضلي. هي تكوين 1/27، وممكن نقول برضك اللي هو 1 كورنثوس 11/11، اللي هو غير ان الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرجل. تمام، شكرا ليك، ميرسي. تابعينا لاخر الحلقة، هي قربت تخلص. وتكوين 1/27، فخلق الله الانسان على صورته، على صورة الله خلقه، وانثى ذكر وأنثى خلقهما.
ممتاز، شكرا ليك يا حبيبتي، تابعيني. ميرسي على متابعتك، شكرا ليكي. طيب في عجاله كده، كنت كلمت حضراتكم من كام حلقه ان في تذكره كانت علشان خاطر حد يطلع بالصاروخ، والتذكره دي كانت 2 وشوية مليون دولار يعني. المهم مؤسس شركه امازون جيف بيزوس طلع خبر بيقول ان هتكون اول رحله سياحيه ليه فضائيه لشركه بلو اوريجين ستنطلق في 20 يوليو، وهيطلع على المتن الصاروخ ده او الرحله دي 3، هو واخوه مارك اخو جيف والشخص الثالث الفائز بالتذكره. بيقال ان الناس المتقدمه حوالي 6000 واحد علشان خاطر يحصلوا على التذكرة دي اللي وصلت 2.8 مليون دولار، وانه ال 6000 دول من حوالي 143 دولة، ومفترض انه هيقفل باب المزاد، يعني ممكن يعلى الرقم ده. الباب المزاد هيتقفل في 12 يونيو، اهو بقى بنقول لكم، واللي عايز يلحق علشان خاطر الموضوع عليه ضغط زي ما انتم شايفين، هيطلع دقايق وينزل برضو في صحراء تكساس. المفروض انه الكلام ده هيكون يوم 20 يوليو، يعني بالتوفيق. نيجي بعد كده للخبر اللي يمكن فرح قوي الملكة اليزابيث، واكيد فرح اسرة هاري وصلت له مولودة، هاري وميجن طبعا وصلت مولودتهم الثانية، هي بيبي جيرل يعني، يوم الجمعة 4 يونيو الساعة 11:40 دقيقة الصبح في مستشفى سانتا بربارا في سانتا بربارا هنا عندنا في كاليفورنيا. واختاروا اسم ليها، يعني الدلع بتاعه ليلي، بيقولوا انه مشتق من اسم الملكة اليزابيث والأميرة ديانا، هو حب ما يزعلش تيتا وبرضه يحيي ذكرى والدته الأميرة ديانا. هما ليهم طفل تاني لو تتذكروا اسمه أرتشي، وكانت المشكلة أو هي كانت متضايقة قوي بسبب انهم قالوا لها احتمال يطلع مش بشرته بيضة زيهم يعني. يعني احنا طبعا ما نعرفش البيبي الجديد شكله ايه، بس خلينا نشوف، او هو يمكن ما عندناش وقت نشوف التقرير، خلينا نكمل الأخبار بتاعتنا. نيجي المبتكر مصري جميل قوي، عمل نظارة لتحسين التواصل ما بين الصم والبق، مهندس مصري عمر عبد السلام. بيقولوا ان هو لما يعني هو مهندس، ولما كان صغير راح مع والده لإصلاح سيارته عند الميكانيكي، وكان من الصم والبق وما كانوش عارفين يتواصلوا معاه، ففكر في الامر ده وفكر ازاي يكون في تواصل ما بين الشخص العادي وما بين الناس دول. دول محتاجين نشوف الفيديو سوا، نشوفه سوا ونرجع خلاص احنا وشكنا نختم حلقتنا. اتفضلوا. مرحبا، اسمي عمر. عبارة صغيرة قد تكون بداية مشروع كبير. هو ده الفرق ما بين اللي بيخدم البشرية، صحيح، واللي ممكن يدمر البشرية بأفكار ملهاش أي علاقة بالحياة يعني. ربنا موجود، صحيح. وبرافو عليك يا عمر. طبعاً. أدي شباب مصر، شوفي جمال الجد فرعوني، جد مصري أصيل، لازم الأولاد كمان يطلعوا كده. المهم يعني طبعا كان عندي أخبار وحاجات تاني، بس عندي فيديو كان لبابا الفاتيكان لما جه وزارنا، نسمع ونشوف الفيديو وهنحضر مين اللي كسب معانا ونكمل معاكم. اتفضل. يعني رحلة تاريخية زارها لينا البابا الفاتيكان، وخطوة جميلة، وإن شاء الله البداية كل خير ليك يا مصر، وترجعي زي الأول وأحسن رائدة للعالم كله. نشوف مين الكسبان معنا. هنقول بس الأسماء للناس اللي جاوبت، كل الأسماء هنا عشان ما حدش يزعل ويقول جرج الثابت على الفيسبوك، ليليان
الأستاذ فاروق، مدام إيفا، دكتورة ميري بيتر على الفيسبوك وعلى الفايبر، أنا خدت كل الإجابات يا دكتورة ميري، تانك حبيبي. مدام نادي أبادير على الفايبر، الأستاذ طلعت على الفايبر، مدام ميري جرجس من كندا على الفيسبوك، دكتور جندي، مدام إيلين إبراهيم، الأستاذ فايق عطلة على الفيسبوك، مدام كاميليا على التليفون، وبعتذر ما قدرناش ناخد المكالمة علشان الوقت خلص خلاص وهيقفلوا علينا النور دلوقتي. الإجابات كلها مظبوطة فعلا، صفر التكوين، إصحاح واحد، عدد 27 و 28. الهدف من خلقتنا إن نكون الزوج راجل والزوجة ست، مش غير كده. طيب ميري بيتر ألف مبروك يا مدام ميري أو دكتورة ميري، يعني كلمينا بقى في الكنترول روم، على التليفون، على أي حاجة، وقولوا لنا تحبي نبعتلك إيه. ألف ألف مبروك. برضو عايزة أفكركم بكتاب مسار رحلة العائلة المقدسة، لازم لازم كل بيت يكون عنده، وداخل فيه كمان الفيديو دي في دي رائع. الحقيقة الكواليتي بتاعت الكتاب والمصاريف المصروف عليه يعني حقيقة أكتر من رائعة. الكتاب إحنا بنبيعه للدير مش لينا، مينيموم $50، واللي حابب يزود يزود طبعا، هو حلو كهدية طبعا. وبنشكركم لتعاونكم وتعضيداتكم اللي حقيقي بتخجلنا، بس بنحتاج صلوات دايما دايما، لأن الخدمة بتوسع وبتكبر بيكم، واحنا مجرد خدام يعني، ما بنوصل من هنا لهنا، وربنا يديمها نعمة يا رب. اشكركم جدا جدا جدا، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. واللي عايز يحجز لرحلة مصر لمسار العائلة المقدسة يتصل بينا ويرتب معانا، وان شاء الله هنطلع قريب جدا. بشكركم أعزائي المشاهدين، بشكرك شيرين، بشكرك يا هايدي، ألف شكر، بشكركم أحبائي على وجودكم معانا النهاردة. نصلي من أجل بعض، نصلي من أجل مصر وأمريكا والعالم كله، ربنا يرفع الوباء عن العالم كله ويوضع سلام بين الناس وبعضها، ونصلي من أجل البيوت اللي فيها مشاكل، الرب يتمجد ويتداخل. نصلي من أجل المرضى والناس اللي بتدور على شغل، ربنا يبعت لهم ويفرح قلوبهم. يسوع يبارككم ويبارك حياتكم ويعطيكم سوء لقلوبكم. تصبحوا على خير.